واحدة من أجمل الدول العربية والإفريقية بتشهد واحد من أهم الأحداث الرياضية دلوقتي، وهو كأس العالم للأندية، والنادي الأهلي متواجد فيه ممثلا لمصر. إن شاء الله يا رب كل التوفيق للأهلي. خلوني أبتدي أرحب بأميرة. منورانا منورانا، ونورك منورنا وألوانك منورانا النهاردة خالص. وأنا وأنت مفيش وسط يا أسود، دي ألوان قوي. لا مش معقولة. مزودين قوي. احنا آسفين، احنا آسفين. بيقولوا ضربتين في الراس توجع، فما بالكم بمواضيع كتيرة وأحداث مثيرة على مدار الأيام اللي مرت في كرة القدم المصرية. استقالات، تغيير مدربين، انتقالات لعيبة، حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها في حلقة النهاردة إن شاء الله من الحريفة. بالظبط يا هند، أهلا بيكم مشاهدينا، مشاهدين قناة الأهلي وكل بيتفرجوا علينا من كل مكان، وأهلا بجمهور النادي الأهلي اللي دلوقتي بيسخن وبيستعد خلاص لكأس العالم للأندية. وزي ما قلتي، الأسبوع اللي فات كان أسبوع مليان بأحداث في عالم الكرة المستديرة، كلها أحداث مهمة. فخلينا نبدأ كده حلقتنا ونروح نشوف معانا أخبار إيه النهاردة في السريع. أول خبر معنا والحدث الأهم، وهو وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب للمغرب، وده للمشاركة للمرة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية، واللي هيبدأ مشواره فيها يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله، يوم 1 فبراير، بلعب المباراة الافتتاحية قدام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي. وطبعا كلنا شفنا بعثة الأهلي، شفنا إطلالتها الرائعة والاستقبال الحقيقة المميز جدا والأكثر من رائع من المملكة المغربية الشقيقة، واللي بنوجه ليهم كل التحية وكل التقدير. كلنا الحقيقة عندنا حماس، مستنين يوم الأربعاء بفارغ الصبر، وواثقين إن شاء الله إن شاء الله في اللعيبة وفي المكسب بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله. هند، بنتمنى طبعا التوفيق لبعثة الأهلي في المغرب، وإن شاء الله نحقق إنجاز جديد في البطولة. نروح بقى للخبر الثاني، يعني هو مش خبر قوي نقدر نقول عليه، هو سؤال. السؤال النهاردة بيقول: ماذا يحدث وإلى أين كرة القدم المصرية؟ سؤال تاني: ماذا يحدث وإلى أين كرة القرى المصرية؟ بنشوف استقالات بالجملة، بدأت من 7 شهور تقريبا باستقالة المستشار راغب الرفاعي رئيس لجنة تراخيص الأندية في اتحاد الكرة، بعدها ومن يومين بس بيخرج الحكم الأنجليزي مارك كلارنتون رئيس لجنة تطوير التحكيم السابق ويعلن استقالته، ومن بعده لجنة الانضباط باتحاد الكرة بمستشاريها. فاحنا الحقيقة محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل، محتاجين تدخل سريع من وزير الشباب والرياضة، علشان كرة القدم في مصر كل يوم للأسف من أسوأ لأسوأ، ومش عارفين رايحين على فين. بالظبط، والحقيقة يعني ده نداء مننا كلنا، لازم وضروري نحط حد لكل اللي بيحصل وكل اللي بيسيء لكرة القدم المصرية. احنا هنا مش بنتكلم عن النادي الأهلي يا جماعة، احنا بنتكلم او عن اي نادي تاني، احنا بنتكلم عن كرة القدم المصرية، بنتكلم عن الرياضة المصرية، بنتكلم عن صورتنا كمصريين قدام العالم. القانون لازم يتطبق على الجميع. هنتكلم عن الموضوع الحقيقة النهاردة باستفاضة في استوديو الحريفة، بس خلونا نكمل أخبارنا، نروح لثالث خبر، وهو عن كرة اليد سيدات الأهلي. فوزهم على فريق المعادي بنتيجة 28-19، وده ضمن منافسات بطولة الدوري في المباراة اللي اتلعبت امبارح على صالة المركز الأولمبي في المعادي، وبيستعدوا اللاعبات للمباراة اللي جاية اللي هيواجهوا فيها الزمالك في مباراة قوية جدا جدا ان شاء الله. احنا طبعا بنبارك لسيدات يد الاهلي ونتمنى لهم كل التوفيق في المباراه اللي جايه. اخر خبر معانا بقى عن نجم برشلونه الاسباني بيدري، اللي قاد فريقه امبارح للتتويج بلقب بطل الشتاء في الدوري الاسباني بعد الفوز على جيرونا 1-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح في الجوله 19، عشان بكده يعزز الفريق الكتالوني صدارته لجدول الترتيب برصيد 47 نقطه بفارق 6 نقاط عن منافسه ريال مدريد. دلوقتي خلصت أخبارنا، تعالوا نروح للجزء الثاني في فقرتنا، وهو تعليق في صورة. الصورة اللي معانا النهاردة صورة عمل طبعا ضجة كبيرة قوي، وهي صفقة الأهلي الجديدة واللي أعلن عنها امبارح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وهي انضمام أحمد قندوسي لاعب نادي وفاق الصيف الجزائري للقلعة الحمراء لمدة 4 سنين ونص.
عشان الخبر ده يفاجئ الاهلي، يفاجئ كل الجماهير والاهلي كمان وكل الناس اللي شككوا في مجلس اداره الاهلي وقالوا انهم مش هيعملوا اي صفقات ثانيه ويخرجوا لهم بصفقه قويه جدا ولاعيب مهم وواحد من نجوم المنتخب الجزائري للمحليين، واللي عشان كده الاهلي قرر انه يسيبه للمشاركه في منتخب بلاده تقديرا لنادي وفاق سطيف والجماهير الجزائريه الشقيقه زي ما اعلن. الحقيقه انه اللي انت بتتكلمي عنه ده هو واحده من اللقطات الشيك اللي الاهلي بيعملها دايما مع اللعيبه. خلينا نقول انه اللاعب كمان واضح انه مبسوط جدا بانتقاله للنادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، وقال انه اللعب للاهلي كانت رغبته الاولى رغم العروض اللي راحت له من مصر وبره مصر. وهنا بنتكلم عن انه اللاعب هو اللي بيختار يلعب فين، فهو الراجل مختار الاهلي وشاري الاهلي وعايز الاهلي. خلينا نقول ان قندوسي لعيب عنده 23 سنه، لعيب جوكر بيلعب في مركز 8، مركزه الاصلي لاعب وسط مهاجم وبيجيد اللعب في مركز 6، كمان هو كان واخد احسن لاعب وسط في دوري ابطال افريقيا اخر موسمين، وعنده قدرات كبيره في التوغل والانطلاق بالكوره والتمريرات الطوليه عنده بصراحه رهيبه، ده غير انه هداف الدوري الجزائري ب 8 اهداف. وعايزه اقول ان خط وسط الاهلي دلوقتي بقى خط يعني في ايه قنابل اليو ديانج، سليه، حمدي فتحي، مروان عطيه، كندوسي، خمس لعيبه سوبر، يعني ربنا بس يحميهم من الاصابات. خلصت فقرتنا الاولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهارده بتقول ايه. استنوا ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقره المنوره. فقرتنا بقى بتاعت الدردشه، لو كنت متابع جيد لدردشه السوشيال ميديا او بتقعد في اعداد شبابيه مختلفه او حتى اذا كنت او كنتي ام او اب لشاب من سن 25 ل 35 هتلاقوا في حاله منتشره جدا من فقدان الشغف، وده مصطلح جديد الشباب بيعبروا بيه عن حالتهم لما يكونوا زهقانين او مش قادرين يشتغلوا وما عندهمش طاقه. والحقيقه ان الحاله دي بتوصل شباب كتير لمرحله انهم يعملوا كارير شيفت، مش كده بس لا، وكمان بيغيروا مهنتهم ومجالهم كله ويروحوا لمهنه تانيه مختلفه خالص. والطريقه دي ممكن نعتبرها دلوقتي حاجه زي كده موضه العصر. ليه ده بيحصل وهل هو تصرف ايجابي ولا سلبي؟ هنتكلم فيه مع بعض، ولكن شاركونا الاول على سؤال السوشيال ميديا بتأيده ولا بتعارضه الكارير شيفت او تغيير شغلانتك في العموم. صح، يمكن زي ما قلت يا أميرة الكارير شيفت بقى موضة العصر والجيل الجديد، ونسبة كبيرة جدا من الشباب بياخدوا القرار ده بشكل متهور الحقيقة، سواء بأنهم يسيبوا شغل بيشتغلوه من سنين ويروحوا لمهنة تانية، أو أن هم يحولوا مجال دراستهم ويبدأوا من جديد في كلية تانية خالص. والحقيقة أن ده قرار مصيري لما الواحد بياخده، مش بس بيغير مجاله، لا ده بيغير ترتيب وخطة حياته كلها، بيغير اللي جاي كله. فأنا شايفة الحقيقة أن المشكلة الرئيسية أنه جيلنا والجيل الجديد عندهم حالة من التوهان في الحياة عامة، والتوهان الوظيفي، والتوهان في تحديد أهدافهم، وده بيخليهم في النهايه مش عارفين هم عايزين ايه. يعني بالزبط. هي دي الفكره، تعرفي انت عايزه ايه. هو طبيعي ان في بدايه حياه اي حد بيبدا يشتغل هنا ويشتغل هنا ويشتغل هنا، وده طبيعي يجرب شغلانه واثنين وثلاثه لحد ما يلاقي نفسه، وده الصح، ده من وجهه نظري انا الشخصيه. لازم يساعد في ده برضو الاهل، يعني يمكن مش عايزه الوم قوي على الاهل، بس للاسف بيبقى فيه لوم على بعض الاهل في جزء من المشكله دي اللي بنتكلم فيها النهارده، ان اغلبهم مش كلهم بيحطوا ولادهم قوالب بيتحركوا فيها. تلاقي الدكتور عايز ابنه يطلع زي دكتور، وده بيخليهم يحققوا حلمهم هم اللي ما عرفوش يحققوه، فبالتالي بيفرض على ابنه او بنته وظيفه من هو في اللفه، ويلبسه العيد بدله الدكتور او المهندس او الضابط ويقول له انت هتطلع كده. فالطفل ما بيدخلش في رحله اكتشاف نفسه خالص ولا مهاراته، وبيكبر هو عايز يشتغل الشغلانه اللي ابوه قال له عليها مش اللي هو نفسه يعملها. فيمكن دي مشكلة لازم كلنا نركز فيها، لأن دي مشكلة كبيرة جدا، لازم كل أم وأب يسيبوا ابنهم يكتشف المكان اللي هو عايزه. صح مظبوط. عارفة كمان في المرحلة اللي بعد كده الأصعب، لأن هو ساعتها بقى بيدخل في مسار وطريق أطول وأصعب لحد ما يلاقي نفسه، كمان لما بيكبر ويدخل في سوق العمل يكتشف عالم تاني خالص. صحيح. مهن ومجالات مختلفة. بيبدأ بقى في اللحظة دي إن هو يحس كده إن هو محتار، يحس إنه فاته حاجة، يحس إنه أنا ليه اشتغلت كذا، طب ما كان ممكن أشتغل كذا، ينبهر بحاجات تانية، ياخد قرارات مختلفة يمكن يا أميرة، وممكن تبقى كمان القرارات دي متسرعة،
ويسيب شغله، يسيب شغله بقى اللي تعب فيه علشان شغلانه تانية لسه مش عارف يعمل فيها ايه، مش عارف هيعرف يشتغلها ولا لا، كمان مش عارف مستقبلها هيبقى عامل ازاي. وفي الاغلب ده بيكون بدافع عاطفي، خصوصا ان احنا دلوقتي في عصر المهن الغير تقليديه. بدانا نطلع من قالب كليات القمه ونفتح المجال لمهن تانية مختلفه، فبقى في تنافس كبير، بقى في تحدي اكبر ان كل واحد يقدر يحدد المهنه المناسبه ليه واللي هيقدر يحقق فيها انجازات اكتر. في النهايه محدش هيقدر يحدد القرار ده صح ولا غلط غيرك انت، لازم تبقى عارف ان طريق الكارير شيفت او تغيير المجال اللي انت فيه زي النفق، يا توصل للنور يا اما هتفضل تايه، فلازم تحسب القرار كويس قوي. بالظبط يعني كلامك مظبوط، بس اللي عايزين نوصل له امتى بقى نقدر ناخد القرار المصيري ده اللي هو ان انا اسيب شغلي او دراستي واعمل كارير شيفت، وازاي نحدد اهدافنا واولوياتنا بشكل مظبوط، وايه اللي سوق العمل فعلا محتاجه مننا، كل ده هنعرفه بالتفصيل بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه بنكمل معاكم موضوعنا عن تغيير مجال الدراسه او الشغل، واللي بنسميه بالمصطلح الدارج الكارير شيفت، واللي بيعتبر سلاح ذو حدين ومخاطره كبيره جدا. وزي ما اتكلمنا معاكم من شويه قلنا ان الموضوع بقى موضه وبقى الطريق الاسهل والاسرع لاي شاب مش عارف هو عايز ايه، فاحنا جاي لنا من هناك يعني حد دارس سوق العمل فهمه كويس جدا، محدش غيره هيقدر يقول لنا الخلاصه من غير تجميل. الحقيقه معانا ومنورنا صلاح ابو المجد المحاضر واستشاري التسويق، برحب بيك. يا اهلا وسهلا، منورنا. الله يخليك. بص قبل ما نتكلم في الكارير والحاجات دي كلها، انت بتشجع مين في الكوره؟ في الكوره ماليش في الكوره خالص. مالكش في الكوره خالص؟ زيرو. من وانت صغير؟ انا بحب الرياضات الفرديه على طول. ليه بقى؟ جايز علشان انا عمري ما اشتغلت في تيم وورك او في كده، انا طول عمري بحب الرياضات الفرديه وميال للملاكمه قوي بالذات، فموضوع الكوره ده ما. وبعدين ما بفهمش التعصب والتشجيع ده ليه؟ لا سيبني والله لياقتي يسمحوا بالكلام ده. لا بعد الهوا هفهمك. يعني انا لو وانا اناونسد ان انا طالع على قناه الاهلي، في ناس قالوا لي احنا السيديهات موجوده. ناس فانز بقى بتوعك طبعا زعلوا وكده ومش عارفين حصل حاجه. لا ملوش في الكوره يا جماعه، ملوش في الكوره، ما تشجعش حد يا جماعه، نيوترال في النص. طيب في البدايه كده عايزين نتكلم معاك، انت ليك تجربه اصلا في كارير شيفت، يعني من دارس حقوق بتشتغل دلوقتي في التسويق والماركت، ازاي يعني فهمني دي ازاي جت؟ هو انا اصلا خريج حقوق انجليش، ماجستير في القانون الدولي من جامعه عين شمس، وماجستير تاني في قوانين التجاره الدوليه من جامعه انديانا بوردو في امريكا ما شاء الله. وفضلت حوالي 15 سنه بدرس برايفتلي لطلبه حقوق انجليش، وبارالل للتدريس كنت بشتغل في السيلز والماركتنج والانتربرنورشيب، ان انا كان عندي شركتي، عندي شركه تريننج وماركتنج وكده. اوكي. انا شايف دايما ان انت ممكن تعمل اكتر من حاجه في طالما في طاقه انزل. صحيح. ادي مزبوط. بس اياميها ما كانش ليها مسمى، ما كانش اسمها كارير شيفت، اسمها اكل عيش. ايوه صح، ناكل عيش. فطول ما الموضوع ما كانش ليه مسمى، انت كنت عندك كلير جولز انك عايز تعمل دخل اكتر، عايز تشتغل احسن، ده كان الموضوع يعني. فبعد كورونا ركزت اكتر في السيلز والماركتنج، وبدات اشتغل فيها بشكل مور ان ديب، وبدات اشير اللي انا بعمله مع الناس اونلاين، ففوجئت ان الدنيا اوكي يس كنت فايرل. جايز علشان الناس بتقول ان حقيقي، ما بجملش الكلام، بقول بسمي الحاجه بمسمياتها. وذاتس واي الحمد لله الموضوع قوي، يعني انا اي تريند ا لوت اوف مالتي ناشونال كومبانيز جوه مصر وبره مصر في حته السيلز والليدرشيب عموما. حلوه قوي. في شباب كتير جدا مش فاهمين المعنى الصحيح للكارير شيفت، بمعنى انه تلاقيه النهارده بيشتغل مدرس، زهق شويه يروح بكره يشتغل محاسب، ومن في النهايه الهدف من ده زي ما انت قلت اكل العيش. انا عايزاك تقول للناس ايه هو كارير شيفت وخطواته الصح. هو اللي احنا بس محتاجين نتفق عليه الاول، ان في مسميين كده مربوطين ببعض بيوجهوا الشباب بتاعنا دلوقتي عشان ياخدوا قرارات. الاولاني اللي هو الشغف. الشغف، الشغف ده بوظ ناس كتير قوي، بهدل الدنيا. مش شغفك سيب شغلانه يعني. والكلمه بقت ابيوزد بقى. صحيح. يعني مبالغ في استخدامها لدرجه ان الكلمه مسخت. يعني انا النهارده اللي يقولك انا ما عادش عندي شغف للعلاقه اللي احنا فيها، ما تيجي نتطلق. ما عادش عندي شغف للمذاكره. لا هو ده دلع، ده مش شغف. احنا بنحط ميك اب قبل الحلقه، انا عندي كلمه. هند عندها كلمه. ايه بقى؟ لا انا فقدت الشغف، انا مش عايزه اكمل. ما فيش والله، يعني انت فقدت الشغف، بس الفواتير ما فقدتش شغفها في انها تجري وراك. عندنا في فواتير واقساط عايزين ندفعها. ايوه. الفكره ان الكارير شيفت الناس بقى بتتعامل معاه ان هو مرحله لابد من المرور
فيها لدرجه ان انا في ناس بتكلمني مثلا في ثالثه ورابعه كليه صلاح انا بفكر اعمل كارير شيفت. يا ابني اعمل كارير ستارت الاول. يعني فهمت. كارير ستارت بعدين كارير شيفت. اوكي. هي الناس فاهمه ان الكارير شيفتنج ده حاجه روشه حاجه حلوه. لا هو احتياج لو لقيت الطريق اللي انت ماشي فيه مش مناسب ليك او ما بيجيبلكش النتيجه اللي انت عايزها. فالاهم من ازاي تعمل كارير شيفت ليه تعمل كارير شيفت. فليه تعمل كارير شيفت؟ هو انت عايز ايه من الشغلانه؟ حلو. I believe more than 90% من الناس اللي حوالينا مش عارفين هم بيشتغلوا ايه. ده بص هو اللي انت بتقوله ده مهم قوي، بس تعالى طب نفصل، او انا واحده مثلا ازاي، او اللي بيتفرج عليا دلوقتي ازاي يفصل من ان هو زهقان شويه وعنده ضغط من الشغلانه ومش عارف اذا كان بيحبها ولا لا، ولا فعلا محتاج ان هو يغير والشغلانه دي مش مناسبه بالنسبه له. والله يعني ازاي؟ احنا ممكن نثير الجدل كده ونسال سؤال، هو انت ليه لازم تحب الشغلانه؟ اوكي. هو اسمه شغل لازم القلب والعقل انت... لا ما هو انت بتقضي في الشغل 90% من يومك مثلا، ماشي. فمش معقوله 90% من يومي يبقى في حاجه مش حاببها، صحتي هتتاثر، نفسيتي هتتاثر، على الاقل ابقى حاببها. اوكي ما تيجي نبعد عن التطرف، هو انا مش لازم احب الشغلانه أوكي. او اكره الشغلانه، ممكن ابقى اوكي اوكي مع الشغلانه. يعني الشغلانه طالما مش ازياني نفسيا عن طريق ان هي مثلا مش بيئه سامه، ما فيش فيها حد بيضايقني، ليها تقدم. انما الناس متوقعه ان احب الشغلانه دي ابقى نازل كل يوم الشغل وانا طاير. مفيش مستحيل مستحيل. احنا ما بنجيش كده والله، احنا بنحب الشغلانه ما بنجيش كده. اتس اند داونز يعني طبيعي. وانت لما تحب شغلانه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على خاصيه التاقلم. فانت هتتاقلم على الكويس النهارده، واللي كان مثير ليك النهارده بكره هيبقى ممل. صح. وسنه الحياه الروتين. يعني اي بليف ان انتوا فاكرين كويس قوي اول لما بداتوا تشتغلوا ورايحين التي في ورايحين القناه وهنتصور، اتس فيري اكسايتنج. دلوقتي بقى ايه والمنبه بيضرب الصبح. هي في صح يس بتبقى yes. وظيفه في الاخر زيها زي اي وظيفه. فعشان كده انا بقول للناس دونت تشيس يور باشن، ما تجريش ورا شغفك. اجري ورا اقساطك ورا احتياجاتك ورا مهاراتك. بس ده مختلف عن كل اللي الناس بتفكر فيه. بالظبط. انه امشي ورا الشغف بتاعك عشان الشغف هو اللي يخليك معاك فلوس ان شاء الله. طيب مفيش الكلام ده. طب انا هسالك سؤال، هل في حاجه ممكن اعملها بالورقه والقلم كده تخليني احب شغلي اكتر؟ الفلوس اللي جايه من وراه. بس العلاقات اللي جايه من وراه، النجاح اللي جاي من وراه. اوكي. احب يعني ايه احب شغلي؟ يعني اكمل، يعني اصحى كل يوم زي ما انت بتقول بروح حلوة. بيرن ما هو انزل واروح الشغل. هتنزلي بس ليه؟ ممكن تنزلي وانت مش متضرره وانت يعني مودك احلى شويه، يعني فاهم قصدي؟ يعني بصي حضرتك، انا ضد القطبيه عموما، يعني ضد انك لما تيجي توصف اي حاجه تحطها بين قطبين. يس اكستريم اوكي يس. في النص اوكي تمام ماشي. فانا ممكن النهارده ابقى مبسوط في الشغل، بكره مزاجي وحش، بعده انا نص نص، بعده انا كنت زهقان، بعده انا كنت فرحان. ما ينفعش تاخد الباكج على بعضها فصص اليوم. النهارده انت بعت بيعه حلوه فمزاجك حلو، النهارده كلاينت قال لك لا فمزاجك وحش. ات هابنز ابس اند داونز. انما لو فضلت تجري ورا الراحه المطلقه مش هتفضل تلف حوالين نفسك، مش هتوصل لحاجه. مفيش راحه برضه مطلقه. مفيش. يعني خلينا متفقين. انت كنت بتقول من شويه يا صلاح حاجات معينه، بتقول طالما شغلي ما فيهوش كذا وكذا وكذا مش لازم احبه. ايه الحاجات اللي لو موجوده في الشغل احس انه انا لازم اتحرك من المكان ده؟ سؤال حلو يا استاذ هند. شكرا. اوكي. لو لقيت ان الشغل ده اخره واضح. بمعنى ان انا وصلت لليفل معين ومفيش بعد كده. اوكي. مفيش مجال، مفيش روم فور جروث، مفيش مجال للنمو. تمام. لو المدير بتاعي ما بيساعدنيش اتعلم. بس برضه يعني عايزين نحط كذا خط تحت موضوع المدير ده، لان في ناس بتتلكك المدير قفش عليا. ما طبيعي ان يقفش عليك، ما انت شغل. الناس فاكره ايه ان المدير اللي هو ايه يخش الصبح على الموظفين يلا 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 نشوف الشغل. لا مفيش الكلام ده. يعني لازم نفرق ما بين المدير الشرير والمدير الحازم. تمام. انت يكفيك ان المدير بتاعك يكون فير. لو هو فير طبعا وفير مش من وجهه نظرك. عشان انت نفسك مش فير. فير من وجهه الستاندردز بتاعت الكوميونتي اللي انت شغال فيه. طالما في مجال للنمو وطالما بتتعلم حاجه جديده ليه تسيبه؟ طالما مفيش اذى نفسي حقيقي حقيقي، ما تبقاش بتتدلع. لان دلوقتي الناس كلها بقى بتحب تحط مسميات، تقول لك توكسيك ورك انفايرمنت. طب ليه توكسيك ورك انفايرمنت؟ عشان انت بتيجي متاخر والراجل زعق لك فانت توكسيك ورك انفايرمنت. انت كنت بتدلع. اوكي. الناس ما بتحبش الكلام ده.
صح، يمكن هو اللي بيقوله ده صح. الناس بتحب ايه؟ لو زعقتي لي، لو بصيتي لي وحش، دي بصيت لي وحش بالظبط. طب انت قلت في بدايه كلامك ان انت اول لما ابتديت تتكلم وتنقل خبرتك للناس وصلت للناس وحصل فايرل، ايه اللي خلى الناس تصدقك؟ يعني نجاحك ولا الدروبات اللي حصلت في حياتك؟ والله هقول لحضرتك على حاجه، احنا لازم نتعامل مع النجاح الظاهر على السوشيال ميديا بمنتهى الحرص والحذر، لان السوشيال ميديا خداعه، ومش شرط الناس اللي شايفيني حاطيني في مكان ناجح معين ابقى انا في المكان ده، ممكن ابقى فيه، ممكن ابقى اعلى منه، ممكن ابقى ولا حاجه خالص. اعتقد الحاجه اللي خلت الناس تصدقني هي الصراحه، I'm being blunt، انا ما بحاولش اجمل الكلام، وكل اللي بحاول اعمله اني اقول للناس انا غلطت في ايه، فما تغلطوش الغلطه دي. ده سبب على فكره، ما بحاولش انت مش طالع تقول انا بيرفكت. يس يس، لا 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 لا، طالع تقول انا غلطت في كذا فما تغلطش الغلطه دي، ده سبب. ودعاء البرفكشن، فلا انا غلطتي كذا، انا كذا، يعني حتى انا بطلع اتكلم اوبنلي قدام الناس على ان انا لحد النهارده انا كلينيكال ديبريشن بيشنت، انا مريض اكتئاب وبتعالج وباخد ادويه عشان اعرف اشتغل، وبتكلم في ده عادي. لان الناس كلها فاكره بسبب السوشيال ميديا ان حياه الناس كلها حلوه وانا حياتي اللي وحشه. الناس كلها حاسه بالتقصير حقيقي، لدرجه ان الامريكان بورد اوف سايكولوجيست بقى حاطط كده في تعريف طبي للسوشيال ميديا ديبريشن، اكتئاب السوشيال ميديا. وده بنشوفه في اولادنا، تلاقي الولد صغير او بنت صغيره يقول لك انا ما حققتش حاجه في حياتي، ان انا النهارده كنت عايز اجيب كره مكسه، اقصى طموح، مش عايز حاجه اكتر من كده في الدنيا يعني. فالبريشر صعب. خليني اخد من كلامك عن السوشيال ميديا وناخده في حته الشغل. اوكي، هل السوشيال ميديا خلقت ستاندردز او معايير مختلفه للشغلانه؟ انا عايز اشتغل شغلانه بالشكل المعين، كل الناس بقت عايزه تشتغل شغلانه فيها جزء من الشهره، هل شايف ان السوشيال ميديا اثرت على اختيارات الناس لشغلها؟ ديفينتلي، يعني بلا جدال. نتعامل بقى ازاي مع ده؟ نتعامل دي عايده على مين؟ احنا مين؟ على انا طالب لسه في الجامعه، اللي أوكي. لبس لبس خلاص زي ما بيقول بالظبط الشباب الصغير اللي لسه بيختار. انا عارف ان الموضوع هيبقى صعب، لان الشباب الصغير بمنتهى الامانه مش لاقيين حد يتكلم معاهم، فالشاشه اللي بتتكلم معاهم، وابوه او امه بيكلموه باللغه بتاعه العصر بتاعهم مش بتاع الشباب الصغير. فستيل بيبوش عليه ان يا ابني اطلع موظف، يا ابني اطلع دكتور. هو في نفس الوقت هو شايف، طب ليه ما انا ممكن اطلع كونتنت كرييتر، طب انا ممكن اطلع بلوجر، ما ومفيش كومن جراوند للنقاش. فلو هنصح الشباب الصغير بحاجه، ماشي خليك على السوشيال ميديا، بس اوزن، شوف ناس حياتها بيرفكت وشوف ناس حياتها عاديه، يعني حاول تسلكت الكونتنت اللي هتتفرج عليه. ومن الحاجات اللي انا دايما بنصح بيها الشباب الجميل اللي في الجامعه، ودي حاجه انا كان نفسي تبقى موجوده على ايامي، الستودنت اكتيفيتي. فكره انك في كيانات عظيمه زي اناكتس، زي ايزك، زي كوميت، زي الولاد بيخرجوا من الكليه كواليفايد 10 اضعاف الناس العاديه لسوق العمل. تلاقي الواد صغير في السن وعارف يعني ايه اتش ار، وعارف يعني ايه انترفيو، وعارف يعني ايه التزام بمواعيد، وعارف يعني ايه بلاننج، وعارف يعني ايه كوميتمنت قدام الناس. لان دايما اللي ما بيبقوش في الاستودنت اكتيفيتي في الجامعه بيتنمروا على اللي في الاستودنت اكتيفيتي، يقول لك يا عم الميتنج، أيوة يا عم انت رايح فين، انت نرد وبتاع. بس في الاخر لما نيجي نتكلم في التوظيف، انا مثلا في الشركه اللي عندي، لو انت ما كنتش في الاستودنت اكتيفيتي في الجامعه، انا مش هعمل معاك انترفيو. انت هتهبطني، انا لسه هبدا اعلمك من اول وجديد. لو جالي بستودنت اكتيفيتي بلس دي، انت عديت 60% من الانترفيو. طيب في ناس بغض النظر بقى عن شفت كارير، انت دمرت لنا فكره الشغف خالص، فالناس اللي بتبقاش حابه، طب حد بقى عنده حاجه واثنين وثلاثه بيعملها، اوكي، واحده بتغني مثلا وبتشتغل كذا وبتشتغل كذا ومش عارفه تخصص نفسها في ايه، تعمل ايه؟ وهل انت مع ولا ضد ان الواحد يبقى بيعمل، انت قلت ان انت مع بيعمل كذا حاجه، بس ازاي بقى اشغل ده صح واستفيد منه ويبقى حاجه بتجيب لي دخل، واختار ازاي؟ طيب بما ان انا راجل كنت بدرس اقتصاد، اوكي، في حاجه اسمها ماركت ايفالويشن اوف ذا ريسورس، او تقييم السوق للموهبه. انت ممكن يكون عندك موهبه، بس الموهبه دي في السوق اللي احنا فيه ده تمنها مش قوي. أوكي. يعني مثلا لو انت موهوب لدرجه العبقريه في الملاكمه في مصر، تمنك هيبقى اغلى، ولا واحد موهوب 30% في كره القدم تمنه يبقى اغلى؟ كره القدم طبعا. فبلاش تقاوح السوق. لو التالنت بتاعتك مش ماشيه مع الماركت، مفيش قدامك غير حاجه من الاثنين، يا تغير التالنت
يا تغير الماركت. اوكي تمام. يعني انا بستغرب من الناس اللي هم مثلا بيلعبوا رياضات فرديه يقول لك احنا مش متقدرين في مصر. مين اللي يقدرك؟ هو الجمهور اللي بيتكلم. احنا دلوقتي بقينا عايشين في عصر في الاقتصاد اسمه عصر سياده المستهلك. صحيح. والله لو انت بتجيب مشاهدات هتتقدر، ما بتجيبش مشاهدات مش هتتقدر. بلاش تشعر بالاستحقاق ان طالما انا موهوب وطالما بتعب انا استحق اني اكسب. لا، لازم تسمع للسوق. ودي الازمه اللي بتقابل الاغلبيه الكاسحه من الموهوبين، ان مفيش عندهم بيزنس سنس. هو واقع في حب نفسه وحب موهبته ومش شايف السوق عايز يعمل ايه. اوكي، فدي اول حاجه من ناحيه انك تقرر تتخصص في ايه. تاني حاجه، في واحد ابن حلال كده في علم الاداره اسمه مازلو عمل هرم اسمه هرم مازلو للاحتياجات. نمشي بالترتيب، تخلص حاجات الحياه، الاكل والشرب، بعدين السكن، بعدين الحاجات الاجتماعيه، بعد كده حب الاخرين، بعد كده تحقيق الذات. فاللي انا بس عايز اقوله ده ممكن يبقى صادم الناس، ان الناس اللي بتبقى عندها شغف والشغف ده يجيب لها فلوس وبتبقى عارفاه من وهي صغيره لا يتجاوز الواحد في الالف. يعني لو انت حاسس ان عندك شغف لحاجه معينه بنسبه 99.9% انت غلط. الناس اللي هي بتبقى مولوده تالنتد زي لاعب كوره، زي ممثل، ام كلثوم، زي الناس دي، واللي اقل منهم هم اللي ما عندهمش موهبه بس عندهم الكوميتمنت، فبيعرفوا يعملوا مهاره، زي كريستيانو وزي محمد صلاح. زي صلاح. صح، برافو عليك. تمام. خلاصه الامر ان الاثنين تمنهم غالي قوي وبتاخد من وقتك وصحتك وعمرك. واللي انا دايما بقوله للناس، والناس ساعات بتنتقدني في اني بسود الدنيا، طريق النجاح طريق موحش ووحيد جدا جدا. صح. هتتخلى عن حاجات عمرك ما كنت تتخيل انك تتخلى عنها. هتتخلى عن صحاب، تتخلى عن علاقات اجتماعيه، تتخلى عن كل حاجه. صح صح. كل حاجه. يعني حتى كده في مقوله يقول لك انت تقدر تحصل على اي حاجه في الدنيا لو مستعد تتخلى قصادها عن كل حاجه في الدنيا. بس الفكرة ان مش كل الناس مستعدة تدفع الثمن ده. ايوه، بس مين ممكن يحصل على كل حاجة في الدنيا برضو؟ ما هو مبدأ غريب جدا. تحصل على اي حاجة لو هتتخلى عن كل حاجة. فإجابة على سؤال حضرتك، اعمل ايه واختار ايه؟ احنا في عندنا علم كامل في الحياة اسمه علم الاقتصاد. علم الاقتصاد الناس بتترجمه ان هو علم الاختيار والتضحية. هتعمل حاجة، هتسيب حاجة. انا جاي لكم النهاردة سايب حاجة. حقيقة. انتوا جايين النهاردة الشغل سايبين حاجة. دي حقيقة. فمفيش حاجة اسمها هعمل هنجح في كذا حاجه جنب بعض. فانا عايزك تفرق ما بين ايه اللي بياكلك عيش، وايه اللي هوايه، وايه اللي مشروع مستقبلي. ايوه. عشان توزع مجهودك صح. حلوه دي. حلو. اللي بياكلك عيش تاني بقى قولهم. ايه اللي بياكلك عيش؟ كان ايامي انا التدريس. اوكي. تمام. ايه اللي هوايه؟ كنت هاوي التريننج. ان انا اقف ادي تريننج قدام، فكنت بعمله من غير ما اخد فيه مقابل، بسن مهاراتي. ايه المشروع المستقبلي؟ ان افتح شركه، فكنت بذاكر لها. اوكي. فكنتش ببذل نفس المجهود في الثلاثه، وما توقعتش من كل واحده النتيجه اللي هي من الثانيه. يعني خلص. ما استنتش من الهوايه ان هي تجيب لك الفلوس بتاعه المشروع المستقبلي. ده يخليني اعرف اخد قرار في حاله تعارض الاولويات. يعني انا النهارده عندي ساعه، عندي ساعه فاضيه اشتغل فيها، وعندي فلوس متاخره، يبقى هبذلها في الهوايه ولا في الشغل ولا في المشروع المستقبلي؟ الشغل بس كده. نروح لحته من كلامك، انت كنت بتقول لما بنتكلم على شباب صغيرين خليك على السوشيال ميديا واشتغل حاجه جنبها. في حاجة مهمة جدا جدا، ألا وهي أنه مش كل الناس مؤهلة أن هي تقدر يبقى عندها متابعين، مش كل الناس مؤهلة أن هي تتعامل مع الشهرة، ومش كل الشهرة بتجيب فلوس. ويمكن ده مفهوم عند الشباب الصغير، أنا هعمل تيك توك ومش عارف إيه وهتشهر وهيخش لي في الشهر 60,000 جنيه. 99% من المشاهير اللي أنتوا شايفينهم شبه مفلسين. طبعا طبعا. يعني أنا كنت لسه عامل تريننج في دبي الاسبوع اللي فات لانفلونسرز. اوكي. يعني كان التريننج بزنس سيلز تريننج للانفلونسرز، كان اسمه بنك اكاونت فيرسس فولورز كاونت. يعني أوكي. انت عندك فولورز قد ايه وحسابك في البنك قد ايه. اوكي. صدقيني والله الاغلبيه العظمى من الناس بتعرف تو بيرفكت اللقطه. فيتصور جنب مكان حلو، يعمل تشيك ان في اوتيل وهو عادي معدي من هناك. بس هو يبدو للمتابعين ان حياته كلها بيرفكت. which is not true. not true خالص. الاغلبيه الكاسحه فلوسهم مش زي ما هم فاكرين خالص خالص. بس علشان اكل العيش لازم نظهر الكلام ده. وانا بدوي انا لا اقصد باي شكل من الاشكال اتهام اي حد it's a job description. بالظبط. يعني خلينا نقول انه سوشيال ميديا انفلونسر او بلوجر هو مهمته انه
يطلع الحاجات شكلها حلو علشان يتكلم عن برودكتس يقول ان هي حلوه بشكل ما. دي جوب ديسكريبشن بتاعته مش حياته. عندي خناقه اصلا بس مش عايز افتحها بصراحه. انا I don't believe ان في حاجه اسمها انفلونسر او بلوجر. ليه بقى كده؟ ليه نخبط في بعضينا؟ قول قول لا صح يعني قول اي دونت. ده رايي الشخصي واللي مش شرط يطلع صح خالص. بس انفلونسر جايه من انك يو كان انفلونس بيبلز ديسيجن، تقدر تاثر على قرارات الناس. اوكي. ما ينفعش تاثر على قرارات الناس بانك بتاخد صور حلوه. This is not influencer. ده بلوجر اللي المدون اللي بيدون حياته او بيدون لحظات. الانفلونسر اللي بيعمل كونتنت زي ما انت بتقول كده بالظبط بيأثر على الناس. يعني انا احترم قوي اللي بيعمل حاجه وجنبها هيز انفلونسنج بيبل من الحاجه اللي هو بيعملها. طبعا عنده الاول بالظبط عنده كارير بالظبط لعيب كره شاطر عنده بيزنس عنده كذا بيعمل حاجه وبيشير حاجه. انما ليتلي بقى ان اي حد شكله حلو في الفلتر بقى في الفلتر عايزين نعمل حلقه للفلتر والله حلقه للفلتر ده هتزعل ناس كتير ده تقسم جواز مصر دي. اي حد بيحط فلتر كويس بقى يطلع ويخلي الناس اللي بتتفرج عليه حاسه بالنقص. طبعا عارف ان الكلام ده هيعمل مشاكل مع ناس كتير بس والله لا اقصد شخص بعينه ابدا وانا بقول رايي. لا لو في ناس كتير متفقه معاك وفي ناس هتعارضك وعادي احنا بنطرح يس. الفكره يعني طيب قولي. لا انت اللي هتقولي والله. طب انا هقول لك على حاجه قلتها في الكورس بتاع في التريننج بتاع بزنس انفلونسرز ده. قلت لهم يا جماعه خليني اسالكم سؤال، لو بكره الصبح كل المتابعين بتوعك فقدوا البصر هتاثر فيهم بنسبه كام في الميه؟ حلو سؤال حلو قوي. الاغلبيه ما عرفتش تجاوب. اوكي بعد الهوا هبقى اعرف اساميهم عشان ده مهم قوي. اخيرا احنا وللاسف وقتنا خلص، عايزك تقول نصيحه للشباب اللي بيتفرجوا تنصحهم بايه؟ ابدا غلط. برافو والله برافو. والله انا بص ابدا غلط. برافو والله برافو. شابوه يعني بس اقفلك عشان يعني دي اكتر حاجه صح. استنى البدايه البيرفكت. انا بقول لك اهو روح اغلط لانك مفيش حاجه بتعلم الا الغلطات، فابدا غلط. فانت لو خايف تبدا صح انا بقول لك ابدا غلط. صح صلاح انا بشكرك انت نورتنا وبتمنى لك مسيره مليئه بالنجاحات وان شاء الله الدبريشن يروح وتبقى زي الفل. ان شاء الله نورتنا ان شاء الله. بتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل صوتك وصوتنا لكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وخصوصا الشباب. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقره استوديو الحريف. نروح معاكم بقى للوضع الرياضي في مصر والكرة المصرية اللي حاليا بتعيش فترة من التخبطات الإدارية والاستقالات الغير واضحة أو مفهومة. زي ما قلنا استقالة رئيس لجنة الحكام كلاتنبرغ مرورا بالاستقالة الجماعية للجنة الانضباط، بالإضافة للظاهرة الغريبة جدا اللي طالت تقريبا 90% من الأندية وهي تغيير المدربين. كمان هنتكلم عن الأهلي ومشواره في الدوري وأخيرا سفره للمغرب وآخر استعداداته لبطولة كاس العالم للأندية. وهيكون معانا في استوديو الحريفة الناقد الرياضي أستاذ رامي رجب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ. مشرفنا النهاردة. ربنا يخلي. أهلا بيك يا أستاذ. منورنا. لأول مرة أكون موجود معاكم. إن شاء الله مش آخر مرة. إن شاء الله. عايزين نبدأ مع حضرتك كده، بشايف إيه رؤيتك للوضع الرياضي وكرة القدم في مصر وإحنا بجد رايحين على فين؟ خلينا ناخد بداية بس موضوع كلاتنبرغ من الألف للياء. تمام. الفترة اللي فاتت دي شهدت طبعا أخطاء تحكيمية كارثية وكان بسببها طبعا الأندية قدمت شكاوي عديدة للجنة التحكيم واتحاد الكورة وأثارت أزمة كبيرة جدا جدا، وده دعا مجلس إدارة اتحاد الكورة ورابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب لعقد جلسة طارئة مع كلاتنبرغ لوضع النقاط على الحروف في الأزمات اللي شهدتها الساعات الأخيرة في موضوع التحكيم وما أثير من أزمات عديدة. الجلسة كانت جلسة عاصفة جدا جدا جدا. يمكن اتحاد الكورة ورابطة الأندية وجهوا اتهامات صريحة لكلاتنبرغ ان في تقصير بشكل واضح جدا خلال الفترة اللي فاتت دي، وده بسبب عدم تواجد كلاتنبرغ بشكل يومي موجود في اتحاد الكورة، ولكن الراجل سافر كتير جدا خلال الفترة دي. يعني منذ تولى المهمة داخل لجنة التحكيم وهو يمكن ربما ممكن ما بيقعدش 4 أو 5 أيام على بعضهم. أوكي. داخل مصر، وبالتالي ده عامل مشكله طبعا. كبيره. رابطه الانديه يمكن وجهت سؤال لكلاتنبرغ، الانديه كلها اشتكت واحنا بنبعت لك خطابات الشكاوي دي كتير، انتوا ما بتردوش علينا ليه؟ لازم ترد علينا عشان نقدر حتى نرد على الانديه دي
اللي طبعا محملانا مسؤوليه اللي اختارتنا اللي احنا جينا في رابطه الانديه بسببها. طبعا الاجتماع كان عاصف جدا وقالوا له كده بالحرف الواحد، لابد ان انت تستمر فتره طويله جدا جدا في مصر عشان تقدر تطور، عشان تقدر تعمل حاجه في التحكيم، خاصه دي سنه اولى بالنسبه له وراجل اجنبي جاي ما يعرفش كواليس وما يعرفش الخبايا سواء في الدرجه الاولى في الدرجه الثانيه، ده محتاج واحد مستمر. طيب اتحاد الكره كان بيتعامل معاه ازاي؟ اتحاد الكره كان عنده مشكله كبيره جدا جدا الفتره اللي فاتت دي، ان هو مش عارف يسيطر على سفريات كلادنبرغ، لدرجه ان بعض الاوقات عشان يعرف ان الراجل ده متواجد في مصر ولا لا كان بيتصل بالريسبشن الخاص بكلادنبرغ عشان يعرف هو موجود ولا لا، عشان بيتجاهل ممكن الرد عليهم. ولكن المشكله هنا مش عاوزين نحملها كلادنبرغ بس، في اتحاد الكوره كان في تعاقد معاك، انت متعاقد مع الراجل ده، لابد ان انت تضع في شروط التعاقد بند صريح ان بيقول ان الراجل ده يستمر، ان الراجل ده متواجد بشكل يومي، وخاصه هو عنده مهام تانية، شغال في الاتحاد اليوناني، شغال في الاتحاد الدولي، فعنده مشغولات كتيره جدا جدا جدا. خلينا نقول يمكن بعد ما تولى المهمه بدايه السيزون الراجل ده سافر مثلا لا يقل مش على يقل عن 10 15 مره، كان اخرهم مثلا في كاس العالم قعد في قطر حوالي شهر وشويه، رجع يوم 20/12، سافر يوم 23، سافر لقضاء الكريسماس ورجع يوم 8، قعد يومين، وبعد كده اما دعا اتحاد الكره دعا له الاجتماع قعد، وبعد كده سافر. فكل الاحداث الفتره اللي فاتت دي لا كان في مشكله. وخلينا نقول انا مش عاوز احمل الراجل بس المشكله، محمل اتحاد الكره برضو ان التعاقد معاه ما كانش فيه بند صريح ان الراجل ده يتواجد بشكل يومي، وبالتالي خلينا نقول الراجل يمكن قعد في الجلسه دي اشتكى من بعض الامور، اشتكى من مثلا ان في هجوم عليه حد جدا 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 من الانديه وهو طبعا محتاج يعني حمايه الاتحاد الكوره، اشتكى طبعا ان في بعض التدخلات من بعض اعضاء المجلس في تعيينات مثلا في حكام او حاجه، فالراجل برضه عاوز كان ياخد مسؤوليه، بس هو كان في شروط ان انت هتقعد بشروط معينه ان انت تستمر، ولكن الراجل لقى ان الامور وصلت لطريق مسدود مع اتحاد الكوره، والراجل فعلا عنده مشغولات تانية، فبالتالي قدم استقالته مع الاجواء اللي هي مش شايفها مش مناسبه، مش هيقدر يطور فيها او مش هيقدر يشتغل فيها او مش هيقدر يدي فيها وعنده مشغولات تانية، فبالتالي يمكن والراجل له فعلا قال حاجات صح وقال حاجات غلط، ولكن في النهايه لو حملنا المسؤوليه نحملها طبعا لاتحاد الكوره، وفي جلسه حاليا جلسه موجوده حاليا في اتحاد الكوره، المجلس مجتمع حاليا عشان يتكلم على استقالة كلادنبرغ، وتم التواصل في الفترة الأخيرة بعد الصورة السيئة اللي صدرها كلادنبرغ لاتحاد الكورة في وسائل الإعلام العالمية، فتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطالب بضرورة حل الأزمة دي لو الراجل له مستحقات اداها له، وطالب كمان إيه يعني من حسن حظ كمان كيروش اللي كان له 25,000 دولار، طالب اتحاد الكورة برضو إن الوزير طالب اتحاد الكورة ان ضروره انهاء ازمه المستحقات بتاعتهم، عشان يعني الموضوع كبير قوي واحنا مش عاوزين نخلي صوره مصر وحشه في الفتره اللي جايه. واعتقد هم هيتم عرض اسماء، مجموعه من الاسماء، هم يعني هم عندهم نيه للتعاقد مع خبير اجنبي اوروبي عنده خبرات كبيره جدا اشتغل او عنده خبرات في المكان ده، واكيد من ضمن الشروط التعاقد اللي جايه اكيد يعني خلينا نقول احنا بنتعلم بقى من اخطائنا طبعًا. ان يكون في شروط تعاقد واضحه لانه يكون موجود بشكل يومي. خلينا نقول ما فيش رئيس لجنه حكام، وهو خلي بالك برضو يا استاذ هند هو قال لهم انتم ما جيتوا تعاقدتوا معايا، دي معلومات من كواليس الاجتماع، قال لهم انتوا تعاقدتوا معايا مستشار للجنه التحكيم وليس رئيسا للجنه التحكيم، وقال لهم في الجلسه لو عاوزين تعيينوا رئيس لجنه تحكيم مصري انا ما عنديش مشكله، انا جاي مستشار، ومعنى كلمه مستشار دي يا جماعه انا عندي مشغولات تانية مش هقدر اتواجد بشكل يومي في الفتره اللي جايه. يعني خليني اخد من كلامك يعني كلاتنبرغ هو كشخص هو ما غلطش، هو التعاقد تم معاه على حاجه معينه ان هو مستشار، ما كانش في بند في التعاقد معاه بيقول ان هو يبقى موجود كل يوم عشان انت تيجي بعد كده تطلب منه انت مش موجود كل يوم ليه، انت لو عايزه كل يوم حط له بند ده. وخلينا برضو نروح لحتة تانية انه كلاتنبرغ ما مشيش عشان هو مش موجود كل يوم، بل علشان هو شايف انه تعرض ل دي من ضمن الاسباب التطول. دي من ضمن الاسباب ما انا بقول لحضرتك، هو حتى قال لهم انا بتعرض لانتقادات كبيره جدا 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 من بعض الانديه ومش لاقي حمايه، فهي يعني كان سبب كده من ضمنهم السبب ده. خلينا نقف عند النقطه دي، دور اتحاد الكره في حمايه كل من له علاقه بالمنظومه الرياضيه سواء كان لعيب مدرب رئيس لجنه حكام حكم، من انه يتم
السب، القصف، الخوض في سمعته، ده مش جزء من الرياضة. صحيح. وشايفين في الفترة الأخيرة ده بيحصل لناس كتير جدا. صحيح. في الرياضة المصرية. صحيح. اتحاد الكرة ازاي يقدر يوقف ده؟ وليه مش ليه اتحاد الكرة ما بياخدش قرارات؟ هم عملوا لجنة الانضباط عشان المسائل اللي استقالت. اللي استقالت طبعا هو لجنة الانضباط برضو يمكن طالها نوع من الانتقادات، فدولت قضاء طبعا على راسنا. احنا عايزين نفرق بين الانتقاد والتطاول. ده ما كانش انتقاد، سواء اللي تعرض له كلاتنبرج، سواء اللي بيتعرض له افراد في النادي الاهلي، سواء اللي تعرض له برضه لجنه الانتقاد. هو لو انتقاد بمعنى كلمه انتقاد ما كانش مشي، كان حتى يعني المستشار محمد عبد صالح رئيس لجنه الانضباط كان استمر. ولكن هم يعني هم هيعملوا النهارده كمان لجنه اسمها القيم، لجنه القيم والاخلاق. هم المفروض ان هم برضه عشان يبقى فعلا الوزير تدخل، وكان حديثهم مجلس اداره اتحاد الكره مع الوزير ان انت لازم نفعل دور اللجان دي خلال الفتره اللي جايه عشان نقدر نسيطر، عشان نقدر فعلا يبقى كلمتنا تمشي على اي حد بيخطئ. فبالتالي الدكتور اشرف صبحي قال لهم شوفوا انتوا عاوزين تعملوا ايه وانا معاكم، واي حد هيتطاول واي حد يعني هيتجاوز في حدود اي حد في الوسط الرياضي او سواء مدرب بقى او لعيب او مسؤول سيتم التوقيع عليه عقوبات. لو ما كانش فيه عقوبات الموضوع هيفضل كده، لازم عقوبات، ولازم فعلا كل واحد اللي يغلط يتحاسب عشان نقدر بعد كده نقدر نمشي. عشان بالمنظر ده لا، الدنيا راحة في حتة تانية صعبة جدا جدا جدا. كلادنبرج صدر صورة وحشة جدا جدا، مسيئة جدا جدا لاتحاد الكرة المصري، يعني طلع في وسائل إعلامية عالمية. وطبعا ودي مش أول مرة، كيروش نفس الحكاية. فالموضوع بقى صعب قوي، مش كل واحد أجنبي هيجي هنا هيصدر لنا أزمة كبيرة. خلي بالك المصري ممكن يستحمل ويمشي الامور شويه، وفي الاخر مش هيقدر يصدر لك حاجه وحشه، ولكن الاجنبي ده يعني هو عنده شغله اهم حاجه بالنسبه له، ومش فارق معاه اي حاجه، هو يهمه في الاول وفي الاخر مصلحته. فاتحاد الكوره يتحمل جزء من المسؤوليه، وكلادنبرج طبعا يمكن الحاجات اللي قالها وان هو تعرض للانتقادات دي حقيقه فعلا، قال ان فعلا في بعض الناس بتتدخل في شؤون التحكيم سواء من مجلس الاداره، وده اتهامات برضو لمجلس اداره اتحاد الكوره. فبالتالي الراجل شاف ان الجو مش مناسب، واعتقد الفتره الجايه دي ده سبب تدخل الدكتور اشرف صبحي ان لابد من حل الازمه. فاتحاد الكوره رد عليه قال له عاوز تحل الازمه دي يبقى في قانون يطبق على الجميع سواء كبير او صغير، اي حد يغلط يتحاسب. ففعلنا لجنه الانضباط وفعلنا لجنه القيم. طب لجنه الانضباط هترجع تاني برئاسه المستشار محمد عبد صالح؟ لا خلاص، الموضوع قرار نهائي بالنسبه لهم. حتى اتحاد الكره اصدر بيان ان هم يعني بيناشدوهم بالتراجع عن الاستقاله، ولكن خلاص المستشار محمد عبد صالح واعضاء اللجنه الموقره خدوا قرار رسمي خلاص او نهائي ان هم مش هيرجعوا تاني. طيب اللائحه بتقول ايه؟ هل يتم تعيين لجنه جديده ولا يتم تشكيل لجنه ولا ايه؟ اللائحه اللي موجوده في اتحاد الكوره اللائحه الرسميه ان لجنه الانضباط يتم اختيارها من اعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره ويتم مناقشتها في اقرب جمعيه عموميه، ولكن في نيه داخل اتحاد الكوره لتعيين لجنه مؤقته وعرضها لو مش هينفع ان انت تدعو الجمعيه العموميه قريب في وقت قريب، فالوقت ضيق جدا او شايفين الوقت هيبقى طويل ان هم يدعوا الجمعيه العموميه، ربما يعينوا لجنه مؤقته. في من اسماء المرشحه المستشار سيد بن دادي، ده كان رئيس سابق للجنه الانضباط، والمفترض الفتره الجايه برضو هيشوفوا بقى هيعملوا ايه. والاجتماع دلوقتي موجود داخل اتحاد الكره، واعتقد هيخرج بقرارات وان شاء الله ربنا يسهلها. احنا محتاجين الرياضه دي يعني المفروض تبقى افضل من كده. عايز اروح لحضرتك لظاهره مهمه جدا وشغله الناس جدا الفتره اللي فاتت دي، وهي كثره تغيير المدربين الفنيين، لدرجة ان يعني طلع على شهر يناير ده ان فترة تجديد للحكام مش اللاعبين وصفقات للحكام، فانا عايزة للمدربين مدربين. فانا عايزة اعرف منك شايف الظاهرة دي ازاي؟ عدد كبير جدا، يمكن 8 وصلوا ل 15، شايف الظاهرة دي ايه سببها؟ خلينا نقول ظاهرة تعدد تغيير المدربين دي مش اول مرة تحصل في الدوري المصري، خاصة مع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت تأثر بشكل كبير جدا على قرارات مجالس ادارات الانديه. حتى لو مجلس الاداره عاوز ينتظر على المدرب شويه بتلاقي هجوم حاد من السوشيال ميديا، فبالتالي ربما يتم تغيير وجهه النظر بالنسبه لمجالس ادارات الانديه. اتحاد الكوره خد قرار من بدايه الموسم هذا الموسم ان لا يحق لاي مدرب التدريب في اكتر من يعني في مرحله في الموسم اكتر من ناديين، بشرط ان في اول مره
يكون هو مقال وليست استقالة. لو 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 مقال من نادي يحق له تدريب نادي آخر. لو استقالة خلاص كده اللي هو اللي استقال لا يحق له تدريب اي نادي في بدايه الموسم في حتى نهايه الموسم. وده اللي حصل مع كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال درب ناديين في هذا الموسم خلاص كده لا يحق له التدريب. اتحاد الكره كان بيحاول يحد شويه عشان يظهر بعض الوجوه الجديده في التدريب، على اساس ان انت تخلقي مجموعه ما تبقاش منحصره فقط على مجموعه من المدربين، رغم ان ذلك برضو هي منحصره برضو على مجموعه من المدربين، ما شفناش وجوه جديده. هم عملوا روتيشن بس للمدربين كراسي مستقيه كده يعني هات ده من هنا حط ده هنا. ما هو دي المشكله كل سنه. المدرب الوحيد اللي انا شايفه السنه دي ما كانش موجود في الدوري الكابتن ايمن رمادي مدير فني اسوان. هو ده فعلا ده الوجه الجديد وده اللي كان موجود، ولكن كل الاسماء الموجوده طبعا باستثناء الاجانب دولت بيتغيروا من 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 يعني من سواء الاهلي او الزمالك، وطبيعي ان انت بتغيري. اما المدرب ما بينجحش بتجيبوا مدرب اعلى منه، ولكن معظم مدربين الانديه اللي هي في اللي في منتصف الجدول او في القاع دي دايما نفس الاسماء، هتلاقي هي نفس الاسماء اللي موجوده السنه اللي فاتت. يعني هتلاقي المدرب هو المدرب كان موجود السنه اللي فاتت بس بيلف بقى بالزبط. ما بين هنا ما بين فاركو ما بين انبي ما بين هنا ما بين اسوان بتلف الدايره. فاعتقد تغيير المدربين ده مش في صالح الانديه. يعني الصبر لازم المدرب كل ما بياخد وقت طويل. اذا كان مدير فني قوي لابد ان تدي له صلاحيات، ما تستعجليش عليه. حتى لو خسر في مباراه او مباراتين او ثلاثه ما تستعجليش عليه، وخاصة الأندية مش القمة، يعني الأندية اللي هي في منتصف الجدول، ربما يكون الأندية القمة سواء أهلي أو زمالك أو الأندية اللي بتنافس بتبقى بالنسبة لها ضغوط كبيرة جدا وما عندهاش وقت، وطول ما بتفرقي في النقاط الموضوع بيتصعب عليك. إنما الأندية اللي تحت دي أو الأندية في منتصف الجدول ليه بتغير؟ اديله فرصة كاملة طالما انت شايف ده بيحصل ليه؟ يعني هم مش فاهمين قد ايه ده تأثيره على الفريق وعلى اللعيبة، وان كل شوية تغير مدرب. يعني حضرتك شايف هم شايفين سببه؟ التغيير ده هيبقى لصالح الفريق، وربما يكون لصالح الفريق بس نسبة لصالح الفريق ممكن لا تتخطى 20 او 30%. ولكن انت طالما انت جبته يبقى انت مقتنع بيه فنيا، فاديله فرصته. اديله فرصته بيقدر يعرف اللعيبة، بيتعرف على اللعيبه بشكل عن قرب كتير جدا. وبعدين خلي بالك اللعيب نفسه لما بيحفظ طريقه مدرب كل مدرب وله طريقته طبعاً. انا محفظ مجموعه معينه تحت وكل مدرب وليه اللعيبه اللي بتنور معاه صح يعني وبيديها ثقه يعني انا دلوقتي مدرب اختار لعيبه واسيب الفريق ويجي مدرب تاني بقناعه تانيه بطريقه تانيه سواء بقى بيلعب ومقتنع بلعيب مش مقتنع بلعيب فبتاخد وقت، فدي اللي بيدفع ثمن الاخر النادي. عايزين نتكلم قبل ما فقرتنا تخلص عن الاهلي ومشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه يمكن المره الثامنه. امبارح بالليل الاهلي بعثت الاهلي سافرت المغرب، والنهارده من شويه واحنا على الهواء كان اول تدريب. هنتكلم عن مشاركه الاهلي وشايف ازاي ان شاء الله كده ماتش يوم الاربعاء. احنا متفائلين بالاهلي في هذه البطوله. النادي الاهلي من 7 مشاركات قبل كده خد 3 برونزيه، يعني من اكثر الفرق اللي شاركت في مونديال كاس العالم. عنده مجموعه من الخبرات. اعتقد كمان فرصه النادي الاهلي مع الاستقرار الفني اللي شاهده النادي الاهلي في بطوله الدوري، فوزه في اخر مباراه وفوزه قبل كده على الزمالك وفوزه على البنك الاهلي وسلسله الانتصارات اللي بيحققها النادي الاهلي دي هتدي له دافع قوي جدا 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 مع الصفقات الجديده. اعتقد النادي الاهلي يعني هو بياخد، مش عاوزين نقول النادي الاهلي لو فاز هيقابل في الدور قبل النهائي ريال مدريد، وعنده اول مباراه مع اوكلاند سيتي، وبعد كده هيقابل بطل شمال امريكا، وبعد كده هيقابل خلينا نقول نمشي خطوه خطوه. النادي الاهلي لو قدر يفوز في المباراه الاولى على اوكلاند سيتي ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله، يقدر النادي الاهلي بخبراته، عنده مجموعه من الخبرات الكبيره جدا، محمد الشناوي وقفشه وعمرو السوليه ومجموعه وحمدي فتحي واليو ديانج وعلي معلول، لا عندك مجموعه مهمه جدا 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 داخل النادي الاهلي تقدر تصنع الفارق مع النادي الاهلي في هذه البطوله. وميزه حلوه قوي ان النادي الاهلي رايح كاس العالم وهو منتشي وحصل على المركز الاول، فدي هتفرق معاه معنويا كمان. الاهلي لو تراجع مستواه كان الفتره الاخيره ونتائجه مش حلوه كانت هتاثر على اللعيبه نفسيا جدا جدا، ولكن الاهلي عنده فرصه كبيره جدا ان وارد جدا ان شاء الله ان يوصل لابعد حدود ان شاء الله، ربنا يكرمه بقى النسخه دي ان يوصل للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا مكملين مع حضرتك بس هنطلع بس نشوف رساله اللاعب الجديد قندوسي، نشوف الفيديو ونرجع تاني نكمل حلقتنا.
السلام عليكم، انا سعيد من انضم النادي الاهلي، نادي القرن في افريقيا، وسعيد اكثر بعد بدعم 80 مليون اهلاوي في مصر بخلاف اللي موجودين في العالم كله. وتلقيت عدة عروض من أندية مصرية وداخل وخارج الوطن، لكن أنا اخترت النادي الأهلي الكبير لتحقيق أحلامي وطموحاتي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. أشكر نادي وفاق سطيف ومسؤوليه، وأشكر موصول للنادي الأهلي وجهازه الفني على إصرارهم لغم يوسف الفريق، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله سأساهم مع زملائي في تتويج الأهلي للمزيد من البطولات على كل المستويات وإن شاء الله أهلاوي، أنا أهلاوي وأفتخر. نسر جديد من نسور الأهلي، وخلينا نقول إن في الآخر رغبة اللاعب هي يعني صحيح. الناس تقعد تقول لك ده الاهلي عمله، لا حبيبي هو عايز يروح الاهلي كتير قوي بتتكلم كتير ليه؟ اللعيبه الفتره اللي فاتت دي بقى مهم جدا جدا انت رغبتك تروح فين؟ انت رغبتك تلعب الاساسي طبعا، رغبتك تلعب تيشيرت النادي الاهلي ولا الزمالك؟ فحته الرغبه دي يعني الاهلي او الزمالك بيتصارع على لاعب بيبقى اهم حاجه بالنسبه له اللاعب محتاج ايه؟ هو شايف كده ان الراجل حابب الاهلي وحابب تيشيرت النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي، هو لعيب كبير كنت اتمنى انه يكون موجود في المونديال، ولكن طبعا لفته طيبه من مجلس اداره النادي الاهلي ان ترك اللاعب مع منتخب المغرب الجزائر للمحليين، عندهم بطوله مهمه جدا ووصلوا للدور قبل النهائي، فبالتالي كانت انا كنت اتمنى حتى، وكان طبعا من الصعب ان كان يشارك بشكل اساسي عشان ولكن كنت عاوزه يعيش الاجواء مع النادي الاهلي، يعني يبقى قرب من اللعيبه يعرفهم حتى لو ما اكتسبتيش الخبره او ما عرفتيش الاجواء من اللعيبه او انت تشاركي بشكل اساسي او تقربي من اللعيبه بشكل اساسي، ولكن ان انت تعيش الاجواء كانت مهمه جدا جدا، ولكن يعني ربنا يكرم ان شاء الله طبعا لفته طيبه من النادي الاهلي، وربنا يكرم النادي الاهلي في هذه البطوله، بطوله مهمه جدا جدا، واعتقد هتبقى فارق كبير جدا، الاهلي لو حصل على مركز متقدم هيفرق معاه كمان معنويا في الدوري اللي هيرجع على طول بقى على ماتشات مهمه سواء في افريقيا او في بطوله الدوري. كولر لو كولر خد ميداليه يعني عمل مركز غير الثالث ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب باذن الله، كولر هيبقى في حته ثانيه مختلفه تماما عند جمهور النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي. يكفي ان كولر حتى هذه اللحظه نمسك الخشب ما خسرش فيها ان شاء الله، دي حقيقه يعني هو فعلا عامل انجازات كثيره جدا على المستوى الفني، على المستوى الانجازات اللي بيحققها مع النادي الاهلي، حقق انجازات كبيره جدا منذ تولى المهمه، وكان له بصمه واضحه جدا 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 مع النادي الاهلي من اول مباراه، احنا قلنا لا المدرب عنده فكر بعكس مقارنه بسواريش اللي كان الموسم الماضي، مش عاوزين نظلمه قوي ولكن ما كانش البصمه موجوده في اول مباراه. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. توقعات حضرتك ايه كده في الماتش اللي جاي؟ ماتش الاربعاء نتيجه كده ناخد توقعاتنا دلوقتي احنا الثلاثه ما اقدرش اتوقع نتيجه، بس ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز، يعني ممكن 3-1 للنادي الاهلي ان شاء الله. ياه الله حلوه دي النادي الاهلي، يعني يعني خلينا اقول كده محمد الشريف وكهربا عندك الحته اللي حلوه 3 دي حلوه 3 عجبتني قوي 3-0. عارفه اللي بيتكلم عليه استاذ رامي حاجه مهمه قوي انه اللعيبه اللي موجوده كلها دلوقتي كل واحد فيهم عنده دافع نفسي وده هو اللي بيكسب، وفايقين 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 بدنيا ما شاء الله. حتى الجزء اللي كان عندك عجز فيه حته الهجوم بدا مع عوده كهربا وتالق شريف، خلاص انت الحته دي بدات زي ما كانوا بيقولوا كده تفوق فيها. فان شاء الله انا متوقع ان احنا هنفوز 3-0 3-0 3-1 يعني انا 2-1 2-0 المهم يكون الفوز حلو ان شاء الله، المهم ان احنا نكسب ان شاء الله، بنمثل مصر كلها وكلنا في ظهر النادي الاهلي في باذن الله. احنا بنشكر حضرتك طبعا جدا استاذ رامي، شرفتنا ونورتنا وان شاء الله تبقى معانا تاني. دلوقتي خلصت حلقتنا، خلصت فقرتنا، هنروح لفقره استشاره طبيه بس هتكون من حلقه سابقه، استنونا بكره في حلقه جديده ومواضيع مهمه ان شاء الله. باي.